تلفزيون سوريا على فيسبوك. اهلا بكم، انا بهان الحلبي مراسل تلفزيون سوريا. ديري بحالة طيران حربي استهدف احدى اكثر الاماكن اكتظاظ فيها المدنيين في الحي الغربي لمدينه الباب. هنا نلاحظ اثار ريع دمار في هذه المنطقه التي تعتبر بشارع فاطمه الزهراء في الحي الغربي لمدينه الباب. هناك ابنيه سكنيه حتى اللحظه لم نحصل على اي معلومات اذ كان هناك خسائر بشريه من المدنيين. هذه المنطقه هي منطقه مكتظه بالماره وحتى مكتظه بالسكان. لاحظوا مبنى سكني، هناك ضرر في هذا المبنى السكني في مدينه الباب، وايضا هناك محلات تجاريه تضررت بشكل واسع في مدينه الباب. لاول مره طبعا تخصب الباب بهذا الصاروخ الكثير بعد سيطره الجيش الوطني على هذه المدينه. كان هناك ضربات سابقه للطيران الحربي التابع للنظام، ولكن ليست بهذا الحجم من الدمار، ليست بهذا الحجم من الصواريخ، طائرات حربيه بحسب مصادر مدنيه بان هناك طيران حربي استهدف الحي الغربي بمدينه الباب بريف حلب الشرقي.